السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نطالع فيها أهم ما تداولته الصحف العربية والمواقع الأخبارية المحلية والدولية من أنباء وتحليلات. والبداية من المادة المترجمة التي أوردها موقع الموقع بوست: جنرال أمريكي يكشف عن نوعية الأسلحة التي أرسلتها طهران للحوثيين. وأكد الجنرال كيفن دونجيان المسؤول عن العمليات البحرية الأمريكية في الشرق الأوسط أن البحرية الأمريكية اعترضت 5 شحنات من الأسلحة الإيرانية كانت في طريقها للمتمردين الحوثيين في اليمن. ولفتت بحسب تقرير كتبه يوتشين نان فيزر لموقع الصحافة الغربية ترجمه الموقع بوست إلى أن هذه الشحنات التي تم اعتراضها كانت تحوي على صواريخ وبنادق قنص والآلاف من البنادق الآلية وأنظمة الدفاع الساحلية. وأوضح الجنرال كيفن أنه بعد أن فحصت البحرية الأمريكية السفن بنظام تحديد المواقع الجي بي اس تأكدت أن هذه الشحنات جاءت من إيران، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة التي تصل للحوثيين يتم تفريغها في ميناء الحديدة والبعض الآخر يأتي برا عن طريق عمان. في واحد من عناوين موقع يمن مونيتور تتضح الطريقة التي تواجه بها ميليشيا الحوثي العجز في تسليم رواتب الموظفين، وقال الموقع: الحوثيون يختطفون أفرادا من الجيش والأمن طالبوا برواتبهم في صنعاء. وقال يمن مونيتور: اختطف مسلحون حوثيون عددا من أفراد الجيش والأمن في صنعاء بعد مطالبتهم برواتبهم أمام مقرات البريد يومي السبت والأحد الماضيين. وقامت عدد من الدوريات العسكرية التابعة للجان الحوثي الثورية باعتقال عدد من أفراد القوات المسلحة المطالبين برواتبهم في شارع المطار أمام بريد دارس. ونقل مراسل يمن مونيتور عن وصول مسلحين بلباس مدني على دوريات تابعة لجماعة الحوثي قاموا بمحاصرة منتسبي القوات المسلحة المنتمين إلى مؤسسات عسكرية مختلفة واعتقالهم واقتيادهم إلى أماكن مجهولة. أرادت الكاتبة بشرى المقطري زيارة أهلها المحاصرين في تعز، فكان عليها قطع مسافات طويلة للوصول إلى قلب المدينة، وقد كتبت حول الرحلة التي اجتازتها. بعيدة تعز، وللدخول إليها كان علي اجتياز طريق دائري ملتفا على نقاط الحصار والمتاريس التي اخترعتها ميليشيات الحوثي وصالح لعزل المدينة عن العالم. كنت مضطرة كغيري من القادمين من صنعاء للنزول أولا إلى مدينة عدن والاستسلام البليد لكل التحقيقات في الهوية والجينات التي يتعرض لها كل مواطن يمني، ثم السفر من مدينة عدن إلى تعز ليس عبر الطريق الرئيس الذي يصل بين المدينتين، وإنما بالدوران حولها واجتياز طرق الأرياف الوعرة. لا يمكن الدخول إلى مدينة تعز إلا عبر طريق الضباب الواقع غرب المدينة، الطريق الذي تم تحريره أخيرا وتحول إلى منفذ وحيد للحياة والعبور لسكان المدينة. الشعور بالصدمة والرعب هو ما يحضرك وأنت ترى بعينك المجردة مشاهد المباني المدمرة. عاصمة الثقافة اليمنية تحولت إلى مقبرة مغلقة لأبنائها العالقين بداخلها، والمنازل المحروقة ومظاهر تجريف كل مظاهر الحياة المدنية في هذه المدينة التي لا تهدأ من قذائف الموت التي تطلقها ميليشيات الحوثي وتبادل إطلاق النار من الجماعات المسلحة. عنف الحرب والقهر غيرا ملامح المدينة وناسها، عبرا على كل شيء وصولا إلى بيتنا. جعدت قسوة الحياة وجه أبي ولم يبق في عينيه سوى سخرية المرارة اللاذعة تتابع من قطع من حديثنا. كبرت أيضا أمي وهرم الأصدقاء وتهدمت أرواحهم. موقع المصدر أونلاين أورد العديد من العناوين، بينها: أمهات المختطفين، جبهة النضال المدني الأخيرة في صنعاء تواجه خذلان المجتمع وقمع الميليشيات. وقال المصدر أونلاين أن أمهات المختطفين: نظمنا حملة احتجاج تهدف لمخاطبة الضمير العالمي والمحلي لعلها تصل إليها وتلقى تعاطفا إنسانيا مع نساء زج بأبنائهن وأزواجهن خلف قضبان ميليشيات الحوثي وصالح.
وتحدثت للمصدر أونلاين أم أحد المختطفين لدى الميليشيات عن مرارة الخذلان التي تشعر بها المحتجات من النشطاء والمنظمات التي لا تزال في صنعاء. وقالت: نشعر بالخذلان من قبل النشطاء والمنظمات التي لا تزال تتواجد في صنعاء لأننا لم نلمس دورا حقيقيا لهم في هذه القضية الإنسانية، بل ذهبت إلى أبعد من ذلك واتهمت بعض المنظمات بالتواطؤ والعمل على التغطية على جرائم الحوثيين بحق المواطنين. موقع الوحدوي نت عنون في صفحته الرئيسية: الانقلابيون يحتجزون 34 سفينة إغاثية في ميناء الحديدة. ويقول الموقع إن إحدى هذه السفن احتجزت لمدة 186 يوما، إذ تبلغ حمولة هذه السفن أكثر من 900 طن. وكشفت تقارير يمنية أن ميليشيا الانقلاب حرموا اليمنيين من قرابة 500 طن من المواد الإغاثية تتمثل في القمح والذرة والفول والسكر لا زالت عالقة في الميناء. ويتابع الموقع: يأتي كل ذلك ضمن سياسة يمارسها الانقلابيون ضد الشعب اليمني، إذ يقومون بالنهب والسطو على حملات الإغاثة واستمرار عملية الحصار والتجويع للمدن والأرياف. الدكتاتور أمام حلمه الأقدس. تحت هذا العنوان كتب مروان الغفوري مقاله المنشور في المصدر أونلاين، وقال الغفوري في جزء من مقاله: ما من بؤس أكثر فداحة من دنيا الدكتاتور، ولا حياة مليئة بالألم كالتي يعيشها رجاله المقربون. في خطاب الضجر يرسم درويش عام 1986 بورتريه ساخرا لدكتاتور عربي يسارر شعبه بوحدته وعزلته وضجره، فهو الذي شوهد يحمل العاصمة فوق سيارته ليتقي المطر يتجلى من الجانب الآخر الهش والأعزل، لا يجرؤ على الذهاب إلى البحر ولا المشي فوق الرصيف، ثم لا يلبث أن يسوق اعترافا ساخرا لا يخلو من الوجع. من منكم يستطيع الجلوس 30 عاما على مقعد واحد دون أن يتخشب؟ سبق أن اعترف مبارك بتلك العزلة المرة متحسرا على وضعه الرئاسي الذي يمنعه من الذهاب إلى السينما كالآخرين. مع الأيام يصير الدكتاتور خشبا، حتى ستالين الذي قتلت حروبه 46 مليونا سقط كخشب قديم. في بوروندا العظيم للكولومبي ثاماليا عام 1951 يحمل رجال الدكتاتور جثته في جنازة مهيبة، لكنهم يكتشفون أن جثة الدكتاتور قد آلت إلى ببغاء ميت تغطيه الصحف والمجلات، ما إن يحين وقت خروج الدكتاتور من هذا العالم حتى يكون قد صار مضحكا وبائسا حتى سجونه تبدو هزلية. ناشد مواطنون وشخصيات اجتماعية في أحياء دوبلين والسلام بخور مكسر السلطة المحلية بالمديرية إلى سرعة التحرك لوقف العبث في موقع بحيرة البجع على امتداد طريق الجسر البحري في عدن. وقالوا في مناشدتهم التي نشرها موقع عدن الغد أن جزءا من المحمية تحول إلى مكان لجمع النفايات ومخلفات البناء، وطلب الأهالي برفع المخلفات التي جمعت بالمحمية وحمايتها من أي عبث واتخاذ الإجراءات بحق كل من يتعمد تشويه المنطقة الجميلة التي تعتبر ملتقى الطيور البحرية. ويتابع الموقع: وتلتقي جموع الطيور المهاجرة القادمة من مختلف مناطق العالم في هذه المناطق التي يطلق عليها محمية الأراضي الرطبة. المسلحون الحوثيون والفساد في سباق مع الزمن لتغيير مخططات الشوارع العامة بمحافظة إب ونهب العقارات والأراضي. تزداد ظاهرة السطو المسلح على الأملاك العامة والخاصة في إب، وتحصد هذه العمليات ضحايا كثر. ووفقا للموقع المشاهد فقد قتل مطلع الشهر الجاري المهندس صادق الدعيس على يد مسلحين محسوبين على جماعة الحوثي وأنصار الرئيس المخلوع صالح بسبب قطعة أرض. وحصل موقع المشاهد على وثيقة تؤكد ملكية القتيل لقطعة الأرض التي تم نهبها من قبل مسلح الحوثي، وقد ذهب المالك للدفاع عنها فقتلوه. وقال المحامي والناشط الحقوقي عبد الوهاب القادري للمشاهد:
تتحمل الجماعات المسلحة التي تسيطر على المدينة ما يجري فيها، فهي من نشرت في إب الفوضى والعبث. وقبل أن نقرأ أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. أهلا بكم إلى صحيفة العربي الجديد، والتي عنونت في الشأن اليمني: تلاميذ ببطون خاوية. وتقول الصحيفة إن كثيرا من التلاميذ توجهون إلى مدارسهم ببطون خاوية دون أن يتناولوا وجبة الفطور، لا في المنزل ولا في المدرسة لاحقا، وهو أمر من شأنه أن يؤثر سلبا على صحتهم وكذلك على تحصيلهم العلمي. وتنقل الصحيفة عن أحد التربويين قوله: إن طلابا كثيرين يجدون صعوبة في الحصول على وجباتهم الصباحية بعد عجز آبائهم عن تأمين مصروفهم اليومي، مشيرا إلى أنهم بغالبيتهم يبقون لغاية الظهيرة من دون وجبة غداء واحدة. ويقول التربوي: فترة الاستراحة في المدرسة باتت بلا جدوى، فغالبية التلاميذ لا يتناولون وجبات غذائية كما كانوا يفعلون بعد ارتفاع أسعارها وعدم توفر السيولة لديهم. وتتابع العرب الجديد: في السابق كانوا يزدحمون لشراء الوجبات الخفيفة قبل أن ترتفع أسعارها. صحيفة الخليج الإماراتية تنقل ما قاله نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية اللواء حسين عرب من أن خسائر اليمن في عام واحد نتيجة حرب ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية ومحاولتها السيطرة على باب المندب بلغت 350 مليون دولار، وتأمينات السفن ارتفعت أيضا إلى 400%، وخسائر الصيادين قرابة 250 مليونا. وفي ندوة حول القرصنة البحرية ومخاطرها على الاقتصاد والأمن الإقليمي والدولي احتضنتها جامعة عدن، أكد الوزير أن مضيق باب المندب تم تأمينه من قبل رجال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وبدعم وإسناد من قوات التحالف العربي أمام محاولات القوى الإرهابية والإنقلابية للتأثير فيه. وأشار الوزير إلى أن الميليشيات الإنقلابية حاولت أن تسيطر وتؤثر في الممر المائي بشتى الطرق، الأمر الذي أدى إلى التسبب بخسائر كبيرة على اليمن. أما صحيفة الاتحاد الإماراتية فعنونت: بدء صرف رواتب الموظفين بعدن. وقالت الصحيفة: أعلنت إدارة البنك المركزي اليمني في عدن عن بدء عملية صرف الرواتب المتأخرة من 3 أشهر لموظفي الدولة في عدة قطاعات. وأوضح مدير البنك خالد زكريا أن عملية الصرف ستستمر خلال الأيام القادمة، مؤكدا استكمال كافة القطاعات في حال توفرت مزيد من السيولة الكافية لدى البنك من خلال الموارد المالية اليومية التي يتم توريدها من قطاعات ومرافق حيوية مثل الجمارك والضرائب وغيرها. ولد الشيخ وخارطة طهران، تحت هذا العنوان كتب نبيل البكيري مقاله المنشور في صحيفة العرب الجديد. وقال الكاتب في جزء من مقاله: ليس المستغرب خريطة الطريق التي يحملها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ تجاه اليمن بالنسبة لي على الأقل، وإنما المستغرب استغراب الكثيرين بشأن تفاصيل هذه الخريطة التي لم تبتعد كثيرا عن كل ما سبقها من مبادرات وقرارات للحل في اليمن، وإنما الجديد فيها هو الحماس البريطاني الكبير لتحويلها إلى مشروع قرار أممي لمجلس الأمن الذي عجز عن تنفيذ كل قراراته السابقة تجاه اليمن. لا تعد مثل هذه الخريطة في ظل كل التطورات التي تجري محليا وإقليميا ودوليا كونها محاولة لشراء مزيد من الوقت للميليشيات الانقلابية وانتظار ما ستسفر عنه الانتخابات الأمريكية وما ستقرره معركة الموصل وحلب وعدد من الملفات الأخرى، وبعد ذلك سيكون لكل حادث حديث. أما الجانب اليمني في الشرعية وكذلك التحالف، فالرد الأنسب والأقرب إلى المنطق والواقع هو تحريك عجلة الحسم على أكثر من جبهة، وقبلها العودة إلى إدارة المعركة من الداخل. فهذه أبلغ في الرد على مشروع هذه الخريطة من رفضها من دون أي خطوات عملية رادعة. أما التحالف العربي وفي القلب منه المملكة العربية السعودية،
هذه آخر معركة يمكنهم خوضها حتى النهاية والانتصار فيها، دافعاً عن وجودهم الجيوسياسي والتاريخي باعتبار خريطة ولد الشيخ ليست سوى تمهيد أولي للمشروع الإيراني لالتهام الخليج بعد التهام اليمن وتفجيره صراعاً طائفياً من الداخل. فهل يا ترى يدرك الإخوة في الخليج ذلك جيداً؟ هذا ما نتمنى أن نراه ونسمعه واقعياً على الأرض. الزيارة المرتقبة لوزير مصري إلى إيران أخذت تتردد بين النفي والتأكيد وعنونت صحيفة الحياة. وزير النفط المصري: لن نذهب إلى إيران. وقالت الحياة إن وزير البترول المصري طارق الملا أو الملا نفى نيته زيارة إيران بعدما أكد أمس أنه في طريقه إلى طهران لإبرام صفقات نفطية جديدة. وقالت مصادر مقربة من الوفد المرافق للوزير أن الملا كان في طريقه إلى طهران، وقال مصدر آخر إن الوزير سيلتقي مسؤولين إيرانيين كبارا لبحث إمكان تأمين إمدادات نفطية من طهران. لكن وكالة مهر الإيرانية عادت وأكدت في وقت لاحق نقلا عن مسؤول إيراني أن الملا سيزور طهران وسيلتقي وزير النفط الإيراني وسيناقشان التوسع في تجارة الخام. هناك أسماء ممنوعة في الجزائر وفق ما نقلته صحيفة القدس العربي عن باحثة جزائرية قالت إن مصلحة الأحوال المدنية في الجزائر ترفض تسمية بعض المولودات بأسماء ممنوعة في البلاد. وبحسب الباحثة الاجتماعية فإن من بين تلك الأسماء الممنوعة أليسا وسوزان وإنجي وريشال ورهان وغيرها، وهي الأسماء أبطال وهي أسماء لأبطال المسلسلات التركية والسورية والأفلام الغربية اختارتها أسر جزائرية لمواليدها. ولفتت الباحثة هدى جباس خلال ندوة نظمت على هامش المعرض الدولي للكتاب بالجزائر إلى أن هذه الأسماء تتعارض مع ثقافة المجتمع الجزائري، مشيرة إلى أن العائلات الجزائرية تتهافت عليها باعتبارها موضة دون أن تعرف معناها. في الذكرى المئوية لوعد بلفور رفع الفلسطينيون تظلمهم من جديد إلى المجتمع الدولي، كما نظموا احتجاجات في شوارع غزة ضد الوعد الذي منح غيرهم الحق في أرضهم. جولتنا المصورة وردت في صحيفة العرب الجديد، نتابع الصور. بهذه المجموعة من الصحف العربية نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة، إلى أن نلقاكم في حلقة جديدة. نترككم في أمان الله، نتابع مجموعة من رسوم الكاريكاتور. إلى اللقاء.